السلام عليكم ورحمة الله. طلاب الصف الأول الثانوي استكمالا لدروس فيزياء واحد مع الفصل السادس آخر درس السرعة المتجهة النسبية. الدرس هذا من الدروس المهمة جدا، وهو بيتم أخذه على مراحل. في أول سنة بناخد فيه مقدمة، في مراحل بعد كده بنتعمق أكثر في الدرس. الجزء الأول من هذا الدرس هنتكلم على السرعة المتجهة النسبية، اللي هي السرعة بالنسبة للسرعة. دوت باختصار شديد لو حبينا، أول حاجة الأهداف عندي هنا حالات اللي هي نحقق من حالات تكون فيها مجموعة المحاور متحركة، ونحل مسائل تتعلق بالسرعة النسبية. باختصار شديد، لو أنا عندي جسم ماشي بسرعة معينة، لو انت مثلا واقف على الارض، واقف مثلا ورصدت حركته، هترصد سرعته. مثلا سرعته 100، يبقى انت شفت سرعة 100. لو في ساهر بيصور هيصوره في السرعة اللي هو ماشي بيها. ولكن الراصد اللي هو بيراقب سرعته ده، لو هو متحرك هو كمان هيشوفه بنفس السرعة. طب لو هو متحرك في نفس الاتجاه معاه، يعني ده ب100 وده ب100، لو سيارتين ماشيين جنب بعض كل واحد ماشي بسرعة 100، سرعتهم بالنسبة لبعض ايش؟ صفر. يعني ممكن لو هو معاه مثلا في شيء في يده ممكن يعطيه للي جنبه في السيارة الثانية، عاد سيارتين ماشيين جنب بعض بنفس السرعة. ولو عكس بعض، يعني ده ماشي كده وده ماشي كده، اكيد ده اللي كل واحد هيشوف التاني بسرعة كبيرة جدا، دبل السرعة اللي هو ماشي بيها. فهنا هي دي نقطة النسبية يعني. وطبعا اشهر مشهور في النسبية هو ألبرت أينشتاين، ولي اسهامات كتيرة جدا في العلم ده او في طبعا احنا هنا هناخد جزء بسيط جدا نحاول نفهمه. انا عندي هنا باختصار في الحركة النسبية هذا القانون، بيبقى عندي ثلاث اجسام. واحد هنسميه مثلا هنا واحد، واثنين، وثلاثة. الجسم الاول ده ثلاثة ده مثلا نقول عليه ايش؟ هنقول عليه ساكن، زي واحد واقف على الارض مثلا. رقم اتنين الجسم التاني ده نفترض اللي هو مثلا زي القطار كده، جسم بيتحرك بالنسبة للجسم الساكن. طب رقم واحد شخص داخل القطار، فعندي هنا ثلاث أجسام. هذا جسم ساكن، ده متحرك بالنسبة لساكن، يعني متحرك على الأرض، الأرض ساكنة ومتحرك بالنسبة له، وشخص تاني متحرك بالنسبة للمتحرك، متحرك داخل متحرك زي شخص ماشي جوه القطار. طب اللي واقف هنا على الأرض شوف بقى، هنقول هنا سرعة، نركز في القانون ده عشان نمشي فيها واحدة واحدة. سرعة المتحرك بالنسبة داخل متحرك زي الشخص، سرعة الأول بالنسبة لتلاتة اللي هو الساكن، يعني سرعتي أنا وأنا راكب القطار وماشي جوه القطار بالنسبة لواحد واقف برا، بتساوي سرعتي أنا بالنسبة للقطار واحد بالنسبة لاتنين، زائد سرعة القطار بالنسبة للشخص. يبقى احنا هنا نعرف معنى الرموز ايش؟ سرعة الأول بالنسبة للتالت اللي هو المتحرك داخل المتحرك بالنسبة للأرض، بتساوي المتحرك داخل المتحرك بالنسبة للمتحرك داخل ساكن زي القطار، زائد المتحرك بالنسبة لساكن، زائد الايش؟ المتحرك بالنسبة للمتحرك بالنسبة للقطار، زائد سرعة القطار اللي هو المتحرك داخل ساكن بالنسبة للإيش؟ للساكن. هذا هو القانون اللي احنا هنطبقه. اكتبها معايا كده، في واحد سرعة الجسم المتحرك داخل المتحرك اللي هو الجسم الأول بالنسبة إلى الأرض الساكن، تساوي سرعة المتحرك بالنسبة للمتحرك اللي هو هنا واحد بالنسبة للمتحرك داخل ساكن اللي هو القطار.
زائد المتحرك بالنسبة لساكن اللي هو القطار في 2 بالنسبة للجسم الساكن. طيب تعال نشوف المسألة واحدة واحدة كده واحنا بنحل. هذه طبعا في بعد واحد. هنا بيقول ايش؟ بيقول لي هنا اذا كنت، يبقى انت كده انت رقم واحد، انت تركب قطارا يتحرك بسرعة 15 متر على الثانية، يبقى هذه السرعة بتاعتك بالنسبة لإيش؟ إذا كنت تركب قطارا يتحرك، يعني هذه سرعة القطار بالنسبة للأرض، هنسمي القطار هنا 2 وهنسمي الأرض 3، ف15 دي سرعة القطار اللي هو 2 متحرك بالنسبة لساكن، يبقى سرعة 2 بالنسبة للأرض اللي هي 3 الساكن. ورقدت أنت يعني بسرعة، يعني سرعتك أنت في 1 بالنسبة للقطار اللي هي 2، فما سرعتك بالنسبة للأرض؟ يعني هنقول هنا في 1 بالنسبة لـ3، هو دي اللي عايز يحسبها، بتساوي في 1 بالنسبة لـ2 زائد في 2 بالنسبة لـ3، ونعوض بالأرقام. في 1 بالنسبة لـ3 هتساوي في 1 بالنسبة لـ2 بـ2 زائد في 2 بالنسبة لـ3 بـ15، يبقى تساوي كام؟ 17 متر على الثانية. المسألة كده سهلة، المسألة كده سهلة. طيب نشوف مسألة أخرى. بيقول لي هنا يتحرك قارب في نهر بسرعة بالنسبة للماء. هنا في 3 حاجات، في راصد، يعني انا عندي النهر اهو ميه، في واحد واقف هنا بره على الشط، الميه دي ماشيه بسرعه، وفي قارب هنا، فانا عندي القارب هيبقى 1 اللي هو متحرك داخل متحرك، قارب داخل الماء، والماء اللي هو 2 متحرك داخل الارض اللي هي الارض اللي هي تبقى الايش او الراصد الساكن اللي رقم 3. فبيقول يتحرك قارب في نهر بسرعه، يبقى هذه سرعه القارب يبقى في 1 بالنسبه لـ2، يبقى في 1 على 2. بينما يسجل سرعه ذلك القارب راصد يقف على ضفة النهر فيجدها اللي هو الراصد، يعني في الراصد اللي هو 3، فيجد سرعة اللي هي سرعة النهر ماء النهر في 2 بالنسبة إليه بالنسبة لـ3. يبقى هنا إيه؟ بينما يسجل سرعة ذلك القارب، لا سرعة القارب هنا، بينما يسجل سرعة ذلك القارب يعني في القارب برضو راصد بالنسبة للراصد، فيجدها بتساوي نص متر على الثانية بالنسبة إليه اللي هو رقم 3. ما سرعة ماء النهر؟ يعني عايز سرعة 2 بالنسبة طبعا للأرض 3. وهل يتحرك الماء في الاتجاه الحركة أو عكس اتجاه الحركة؟ حسب الإشارات، حسب الإشارة اللي هتطلع معي. تعال نشوف القانون. طبعا الحاجات دي مهمة جدا، يعني لما نيجي نشتغل في مسألة زي كده مهمة جدا للناس اللي بتركب سفن وعبارات والأشياء اللي بتمشي في المية، يعرف سرعة المية ازاي وهو عاوز يمشي في أي اتجاه. يعني الأشياء دي مهمة، سرعة المية قبل ما يمشي فيها يشوف هيبذل مجهود قديش. الطيور، في طيور مهاجرة بتهاجر من مكان لآخر، الله عز وجل مديلها
يعني حساسية، بتعرف اتجاه الرياح ازاي وبتبدأ تتحرك في اتجاه معين. يعني هي ماشية كده مثلا، طبعا دي هناخدها في البعدين في الجزء الثاني. والرياح جاية كده، هي عايزة توصل مثلا للجهة دي، فمش هتمشي كده عليها، لا هتمشي كده الأعلى، والرياح هتجيبها كده فتكون المحصلة كده. هذه الأمور دي مهمة جدا بالنسبة للإيش، للحركة النسبية. مثال بسيط، أنت مثلا لو بتمشي على السير اللي هو موجود في الأسواق، السوق هذا في سير، لو السير طالع لفوق وأنت طالع عليه لفوق، أكيد سرعتك بالنسبة للواقف تحت هتبقى سريعة جدا، لأن سرعتك بتتدبل لو أنت ماشي بنفس سرعة السير. لو في عكسه هتكون سرعتك كأنك واقف مكان. طيب احنا قلنا القانون هنا، سرعة الجسم الأول بالنسبة للتالت بتساوي 1 بالنسبة لاتنين زائد 2 بالنسبة لتلاتة. هنا الأول بالنسبة للتاني ادهالي 2.5، والأول بالنسبة للتالت ادهالي نص. يعني عايز سرعة القارب بالنسبة للإيش؟ ما سرعة الماء اللي هو رقم 2 بالنسبة طبعا للأرض. هنقول هنا ناقص 2.5، هنا ناقص 2.5، عملية عادية رياضية. هذه تروح مع هذه، يبقى في 2 بالنسبة لتلاتة هتساوي نص ناقص 2.5، يبقى ناقص 2، لأن 2.5 أكبر متر على الثانية. السرعة طبعا مع السالب دي معناها اتجاه، يبقى هنا السالب دي يبقى السرعة مقدارها 2، والسالب يبقى بنقول ايش؟ في اتجاه معاكس. هذه مسألتين على السرعة النسبية ووضحت، وازاي انا احدد التلات اشياء علشان ابدأ احل. يعني هي دي سهلة، القانون 1 في 1 بالنسبة لتلاتة بتساوي في 1 بالنسبة لاتنين زائد في 2 بالنسبة لتلاتة. في 1 بالنسبة لتلاتة بتساوي 1 بالنسبة لاتنين زائد 2 بالنسبة لتلاتة. واضحة جدا، ولكن لازم احدد 1 و2 و3. 1 اللي هو القارب اللي هو الجسم المتحرك داخل متحرك، زي قارب ماشي في المية، شخص معين ماشي في قطار متحرك كده. 2 ده اللي هو متحرك بالنسبة لساكن، زي القطار اللي ماشي في الأرض، والساكن ده اللي هو الايه، الأرض أو راصد واقف على الأرض. هذا الدرس السهل، وتابعونا على الواجبات على كلاسيرا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.